إن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة مرض الملاريا في دولته 16 يأتي ذلك لتوعية البلدان المتضررة من الملاريا لتوصيل رسائل مهمة للسكان للوقاية من مرض الملاريا، بالإضافة إلى تضافر الجهود للحصول على حالات الصفر من الإصابة بمرض الملاريا. وأفاد التقرير السنوي المعد لعام 2022 عن حالات الإصابة بمرض الملاريا في تشاد، وبحسب السجلات الصادرة عن المستشفيات والمراكز الصحية بنسبة تصل إلى أكثر من 1,028,800 من حالات الإصابة بالملاريا، وأن أكثر من 192,928 حالات الإصابة الخطيرة، بينما كانت حصيلة الوفيات تقدر بنحو 8,880، وأن ما يغالب 35.96% وفيات الأطفال دون سن الخامسة. الأمين العام بوزارة الصحة العامة والوقاية قال إن وزارة الصحة تعمل لتعزيز التغطية الصحية الشاملة والوقاية من مخاطر الأمراض والقيام بعمليات واسعة لاختبارات واستخدام الناموسات المعقمة والتشخيص السريع، وأشاد بالتعاون القائم مع الشركاء والفنيين بالإضافة إلى الصندوق العالمي لمكافحة الملاريا والسل ومنظمة الصحة العالمية على دعمهم المتعدد للتوصل إلى مكافحة مرض الملاريا. أما ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مكتب تشاد قال إن اليوم العالمي للملاريا هو حدث يتم الاحتفال به كل عام في 25 أبريل، وهو موضوع هذا العام، حان الوقت للوصول إلى حالات الصفر من الملاريا. وأكد بأن الملاريا تعد مشكلة عالمية وفقا للمسح الوطني لمؤشرات الملاريا، وأن هناك العديد من النسب والإحصائيات توضح حالات الإصابة بمختلف الدول الإفريقية ومن بينها إفريقيا جنوب الصحراء، ويمكننا من خلال هذا الاحتفال توحيد العمل معا للقضاء على مكافحة مرض الملاريا.